بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب صف سادس ثالث عاملين النهاردة معاهم إفطار مجمع. هدف الإفطار المجمع نشر المحبة بين الطلاب. الطالب عندما يأكل مع زميله يحدث بينهم ألفة ومحبة، عيش وملح زي ما بنقول. الطلاب كلهم ما شاء الله مشاركين، واللي قدر يجيب حاجة جابها. طبعا قبل ما ناكل لازم نذكر الله سبحانه وتعالى ونقول بسم الله، ونأكل بإيدينا اليمين، ونأكل من أمامنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الغلام كان يأكل بيده الشمال، وكان يأكل بطريقة سيئة، فنصحه الرسول. وطبعا نحن نأخذ كلام الرسول في أي وقت. اتفضلوا يا أولاد سموا الله واتفضلوا كله. يلا ابدأوا، يلا اتفضلوا، يلا كلوا. حتى اللي ما جابش ياكل مع زميله اللي جنبه عادي، كلنا اخوة. كلنا نتشارك مع بعض، مش لازم تاكل من اكلك بس، كل من اكل زميلك برضو. ناس جايبة فولة هيت والخضار مطلوب جميل، اللي جايب الخضار ده مطلوب جميل مغذي. خدي من زميلتك عادي. شكرا، انا فطرت في البيت. طب شوية شوية هناكل معاكو. حاضر حاضر. كله ما تتكسفوش من التصوير، كل كل يا نجلاء. ايه خلصنا؟ شطبنا على الاكل؟ يلا نلم بالراحة بقى، نلم الزبالة. ايه يا بنات ما خلصتوش اكلكم ليه يا بنات؟ يلا اللي خلص بقى يلم يلا الحاجة، يلا جمعها كلها في كيس واحد عشان نرميها في الزبالة. اقعدي بس اقعدي. ها يلا 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 بسرعة شيل الأكل. يلا اللي هناك رحمة. روان ومنة يلا بسرعة شيلوا بقى، يلا كمل في الفسحة كمل في الفسحة. نسأل الصبيان ايه رأيكم في الفطار المجمع؟ جميل. نسأل البنات ايه رأيكم في الفطار المجمع؟ جميل. طيب بالهنا والشفا، مع السلامة.